أهلا بكم مشاهدينا. بشروط إذن عادت قوى الحرية والتغيير لتوافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وسيجتمعون قريبا كما أفادت مراسلتنا قبل قليل وفق أسس مبادرة الأفرو إثيوبيا، لكن مع أصوات من السودان تقول بأن لا تفاوض مع هذا المجلس، لا مساومة على دم السودانيين ولا تناسي لمجزرة فض اعتصام القيادة. هل من نقاط في المنتصف؟ نحاول الإجابة. بعد أن انقطعت مسالك التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان، وبعد سعي دؤوب لوسطاء المبادرة الإثيوبية الأفريقية، أعلنت قوى المعارضة عودتها إلى الجلوس لطاولة الحوار مع العسكر. حوار وضعت له قوى الحرية والتغيير شروطا، وبدا وسطاء الأزمة متفائلين بقرب التوصل إلى اتفاق إن تمكن الفرقاء من التوافق على عقدة الخلاف المجلس السيادي. فهل تبدو الظروف مهيئة لنجاح التفاوض بين العسكر والمدنيين بعد إخفاق جولات سابقة؟ وهل المجلس العسكري في وارد تقديم ضمانات كافية لتقدم مسلك التفاوض فيما لا يزال، أو ليتقدم هذا المسلك فيما لا يزال يواجه مطالب الشارع بالقوة والعنف؟ إلى معترك التفاوض تعود مرة أخرى قوى الحرية والتغيير، وقد انفضت عن طاولاته حين استعلي على سلميتها بالسلاح واستضعف حراكها، وبدا لها من المجلس العسكري ما قالت إنه الغدر والمماطلة. يلتقي المفاوضون المجلس العسكري بعد سعي الوسطاء لإنهاء القطيعة، وقد تهيأت في ظنهم كل الظروف ليجالس المدنيون العسكر من جديد، وللعائدين إلى طاولات التفاوض محاذير، ولهم شروط لا بد أن تتحقق، منها إطلاق سراح من اعتقل وعقاب من تورط في استباحة دماء المعتصمين، وحريات يجب أن يبدو أن خطأ شاب صوت التقرير، نعتذر لذلك. على كل نرحب بضيوف بقية هذا الخبر من الخرطوم، نور الدين بابكر القيادي في قوى الحرية والتغيير، من الخرطوم أيضا دكتور عصام دكين الأكاديمي والباحث السياسي، ومن الدوحة دكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم سادتي. سأبدأ مع ضيفنا من الخرطوم السيد خالد يوسف. سودانيون قالوا بأن لا مساومة على دم السودان وأن لا عودة لهذا المجلس الذي واجه أبناء جلدتهم بالعنف والدم، وأصوات من قوى الحرية والتغيير كانت ترفض أي تفاوض مباشر. ما الذي حصل حتى تمت الموافقة؟ وسيجتمعون بعد قليل كما عرفنا من مراسلتنا. سيد نور الدين بابكر، السؤال لك. مرحبا، عفوا لم اسمع السؤال. سيد نور الدين، ما الذي حصل حتى ما الذي حصل حتى تمت الموافقة على التفاوض من جديد مع المجلس العسكري بعد أن كانت أصوات كثيرة من الشارع ومنكم ترفض هذا التفاوض؟ بالتأكيد قوى الحرية والتغيير منذ اليوم الأول أكدت أنها تعمل على مسارين. المسار الأول هو مسار التفاوض، والمسار الثاني هو مسار الضغط الشعبي والأدوات السلمية للضغط على المجلس العسكري لتلبية متطلبات السودانيين في الحكم المدني. بالتالي حينما يحدث تقدم في ملف التفاوض لا يصح قوى الحرية والتغيير إلا أن تستجيب لهذه الدعوة، وأعتقد أنه هذا مقروء مع تغيير خطاب المجلس العسكري بعد مليونية 30 يونيو. خرج المجلس العسكري وواضح من تصريحات منسوبيه أنه الآن أبدأ رغبة في التفاوض. هذا الزخم الشعبي وهذا الرفض للمجلس العسكري أنا أعتقد أنه جعل المجلس العسكري أكثر حرصا على تسليم السلطة للمدنيين، وأتمنى أن أكون
يعني محقا موفق في هذا التقدير. أضف إلى ذلك المبادرة الأسيوبية نفسها التي حققت أغلبية في مجلس السيادة للمدنيين، ثم مجلس وزراء تشكله قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحدثت عن الاشتراطات التي تحدثت عنها قوى إعلان الحرية والتغيير مسبقا، والتي على رأسها لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث 29 رمضان التي مات ضحيتها مئات السودانيين. أضيف إلى ذلك ترتيبات المناخ. بالتالي هناك تقدم في الملف التفاوضي. يعني هل تلقيتم هذا التقدم قبولا وموافقة صريحة من المجلس العسكري على جميع الشروط؟ بالضبط، المبادرة الأسيوبية تحدثت عن مسألتين رئيسيات، هي المسألة أغلبية مدنية في مجلس السيادة، وتحدثت عن مجلس وزراء تشكله قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحدثت عن تهيئة المناخ. وتهيئة المناخ هذه تحدثت فيها عن إطلاق الحريات في السودان ثم لجنة التحقيق المستقلة، وهذا هو موقف قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضافت قوى إعلان الحرية والتغيير جملة من الملاحظات إلى هذه المبادرة، تم إدراجها في المسودة النهائية، وتم تسليمها لقوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس المركزي المجلس العسكري عفوا موافق على كل هذه الخطوات ما عدا نقطة واحدة، وهي مسألة رئاسة مجلس السيادة. في الوقت الذي يتحدث فيه قوى إعلان الحرية والتغيير عن رئاسة دورية، يتحدث المجلس العسكري عن رئاسة منفردة للعسكريين. بالتالي دعا الوسيط إلى جلسة حاسمة لمناقشة هذا الجندي بالتحديد. لبت قوى إعلان الحرية والتغيير هذه الدعوة، وأعتقد أنه قبل ساعة بالتحديد دخلت إلى اجتماع مع المجلس العسكري، وستدافع عن موقفها القاضي بضرورة تكوين مجلس رئاسي مجلس سيادي بمناصفة بين الجسمين، وهذا هو موقف التفاوض قوى إعلان الحرية والتغيير، وستدافع عبر التفاوض عن هذا الموقف. وإذا كان المجلس العسكري طيب أنا سأعود لتفاصيل أكثر حول نقطة مجلس السيادة وترأسه، وكيف يمكن أن تكون هذه المناصفة بين الجسمين. دكتور عصام دكين، على أي أساس عاد التفاوض، وما سبب تغير لهجة المجلس العسكري بعد أن كان في أيام قليلة أو بعد أيام قليلة يتحدث عن مندسين وأن لا عودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي الدكتور عبد الوهاب الافندي والاخ نور الدين. اهلا. الوساطه الافريقيه جاءت لكسر الجمود الذي طال العمل السياسي في الخرطوم لاكثر من حوالي شهر، كان العمل معطلا، وبالتالي كان هناك تصعيدات هنا وهناك، لذلك جاءت لكسر الجمود. اثنين، خلق التوازن ما بين القوتين الرئيستين المجلس العسكري وقوى اعلان الحريه والتغيير، وايضا هذه المبادرة أوقفت أي إجراء من طرف آخر يأتي من المجلس العسكري أو من قوى إعلان الحرية والتغيير، أي منهم طرف ممكن كان أن يقوم بإعلان حكومة من طرفه، ونصبح في مأزق أو في عنق الزجاجة. لذلك المبادرة كان على الطرفين أن يغبلا بها، ولكن اليوم قوى إعلان الحرية والتغيير أرادت أن تحفظ ماء وجهها، وعقدت مؤتمرا صحفيا وحددت فيه بعض الشروط في تقديري ليست شروط تعجيزية، ولجنة التحقيق في فضل اعتصام كل الشعب السوداني ينادي بها لنعرف من الذي ارتكب هذه الحادثة. ليس هنالك شروط تعجيزية قدمتها، أعتقد هي ذاهبة بمحض إرادتها لعملية التفاوض. دعيني أكمل. المجلس العسكري يتهم المجلس العسكري. المجلس العسكري ذكر، هو ليس قال قبل التفاوض كامل على المسودة الأفريقية الأسيوبية، هو قال هذه تصلح للتفاوض، هذه كلمة مهمة جدا ذكرها الأخ الفريق كباشي، وقدموا ملاحظاتهم حول هذه المسودة. وبالتالي أنا أتوقع أنه ربما يصلوا اليوم أو قدا لعملية اتفاق، لأنه ليس هنالك خيار لا أمام المجلس العسكري ولا أمام قوى الحرية والتغيير أن تنفض هذه
هذه الجلسة بدون اتفاق، لأنه الشعب السوداني سيلفظهم الاثنين معا، فهنالك ليس خيار ثالث. لكن القوة المهمة جدا واللاعب الرئيسي الأساسي هي قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. صحيح الاتفاق سيكون ثنائيا وسيفرز معارضة أتوقعها عاقلة أكثر من أن تكون شرسة، ستكون عاقلة من التيار الآخر، وسيتغبل لحد ما، ولكنه سيكون مراقب للأحداث بشكل كبير. قوى الحرية والتغيير سيفرز معارضة، ما الذي تتوقعه أو هل لديك معلومات بأن مخرجات ما لن تقبلها؟ لدي معلومات هي كبيرة، موجود هنالك تيارات أخرى، جبهة النهضة السودانية، ميثاق شرف الفترة الانتقالية، شباب الثورة، مجموعات حزبية كبيرة جدا تكتلت الآن وترفض الاتفاق الثنائي إذا تم بينهم وبين المجلس العسكري. أتوقع ستكون معارضة لكن أكثر عقلانية من معارضة قوى إعلان الحرية والتغيير، إذا تم أو إذا تم تجاوزها أو إلقائها ستخرج بمعارضة غير عاقلة قد تدخل البلد في حتات ضيقة. فنحن جميعا كسودانيين ربما نقبل بهذا الاتفاق الثنائي على الاضطرار، اتفاق اضطراري وليس على كل اتفاق لم يصدر فراضي هذا الاتفاق يرضي عليه كل القوى السياسية. طيب نعم. سنحاول دراسة ما يمكن تحليله في من ملامح ربما تعطينا إياها إذا كانت لديك أي معلومات عن هذا الاتفاق حتى قبل أن يصدر. دكتور عبد الوهاب الأفندي من الدوحة، حسب المؤشرات المتوفرة إلى غاية الآن، ضيفنا يقول بأن العسكري قال إن الأسس تصلح للتفاوض، يعني ما هوش موافق 100%، وقوى الحرية والتغيير تأمل في أن تكون هذه الجلسات فعلا مؤدية لنتيجة. لكن هل يمكن الاعتماد فعلا على هذه المؤشرات وانتظار اتفاق يحظى بتوافق وقبول من الأطراف السودانية ومن الشارع؟ والله طبعا يعني نحن نأمل أن يكون هناك اتفاق يكون له أسس أخلاقية، لكن هناك توقعات يمكن أن نقول أنها يعني تحليلية. أن أعتقد أن المجلس العسكري بطبيعة بتركيبته الحالية لن يقبل باتفاق يخرجه من السلطة، بمعنى أنه يجعل منه يعني مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، وأيضا ليس لديه الرئاسة، لأن الإشكالية التي طرحت أنه من محاسبة الذين قاموا بعملية 28 رمضان، كل المجلس العسكري قبل غيره يعمل يعرف من هو الذي قام بهذه العملية، فكأنه يعني يقبل الاستسلام لمحاسبته. ولكن أنا أقول أنه أيضا المجلس العسكري بتصرفاته في الأسابيع الأخيرة كأنه فقد المصداقية السياسية، وأنا أعتقد أنه ربما قد آن الأوان للتفريق بين القوات المسلحة كجهة لها دور في ضمان العملية الانتقالية، وبين المجلس العسكري بتركيبته الحالية. وبما أنه المجلس العسكري نفسه شهد تغييرات عدة في خلال يعني فترة وجوده، أنا أعتقد ربما يكون حان الوقت بالنسبة للقوات المسلحة وقيادتها أنها تأتي بمجلس عسكري، بمجلس انتقالي جديد يكون خالي من الشخصيات الإشكالية القائمة حاليا التي فقدت كثير من مصداقيتها، حتى يكون هناك يعني قاعدة لشراكة حقيقية بين القوات المسلحة كمؤسسة وقوى الحرية والتغيير، ونتقدم إلى الأمام ويكون هناك صفحة جديدة بين الطرفين. لكن هل ما زالت هناك مخارج أمام هذا المجلس العسكري حتى لا يذهب إلى ما يريده أو ما تريده قوى الحرية والتغيير بخصوص مجلس السيادة؟ طبعا هو كما رأينا ناور مناورات كثيرة بأن يحاول يجيش مجموعات خارج السياسية أخرى ويأتي بالقبلية ويدخل أمور أخرى، وفي اليومين الماضيين قام باعتقالات ضد بعض عناصر قوة الحرية والتغيير، ولا يزال أعتقد أنه سيربما يقوم بأشياء أخرى جديدة لا نعرفها تقلب الموازين. فبالتالي أنا أرى أنه هناك إشكاليات مستمرة في هذا الأمر، لكن
يعني ربما يعني إذا حصل توافق بين الطرفين ما بلد السيد حتى نور لو الدين لم أي يكن مؤشرات كاملا. بهذا الخصوص؟ ومثلا دعني أسأله في لا، ذلك. خلينا أقول هذه النقطة. لو تفضل. حصل مثلا لو حصل توافق مثلا على حكومة مدنية، وأخذت الحكومة هذه المدنية السلطة وبدأت في ممارسة عملها، ربما يخلق هذا ديناميات جديدة. حكومة مدنية إذن لو تم التوافق عليها، أستاذ نور الدين، هل من مؤشرات من المجلس العسكري تفيد بأنه قد يقبل باقتراح المناصفة بخصوص رئاسة المجلس السيادي؟ ثم تحدث ضيفنا قبل قليل عن حكومة مدنية قد تولد، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ وهل في معلومات أن هذا سيحصل؟ أنا أعتقد أنه المجلس العسكري الآن أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول هو القبول بالمبادرة الأسيوبية وبالمشاركة في مجلس السيادة وبالرئاسة الدورية ثم تشكيل الحكومة المدنية من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهذا يجنب البلاد ويجنب حتى المجلس العسكري المواجهة مع الشعب السوداني، لأنه الخيار الثاني هو مواجهة الشعب السوداني. وأثبت الشعب السوداني في 30 يونيو انه ماض في تحقيق ثورته الى النهايه، تحقيق كل مطالب الثوره حتى نهايتها. وعلى قمه هذه المطالب هي حكومه مدنيه في السودان. والان الشعب السوداني كله ينظر الى هذه الجوله من التفاوض او الفرصه السياسيه، ويمكن ان نسميها الفرصه الاخيره للمجلس العسكري. اذا لم يمضي قدما في اتفاق مع المدنيين وتسليم السلطه للمدنيين، فبالتالي هو الان مواجه بمحاصرة شعبية ومواجه بمحاصرة دولية. لكن هل هناك خطة باء في حال راوغ المجلس العسكري، أو كما قيل بأن السوداني لن يلدغ من نفس الجحر مرتين، لن يلدغ من المجلس العسكري ومن التفاوض معه مرتين؟ هل ستتخلى قوى الحرية والتغيير عن التصعيد في هذه المرحلة، أم أن الخطة باء جاهزة وما تفاصيلها؟ بالتأكيد نحن كما ذكرت سلفا أن هذان المساران ستمضي فيهما قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا أعتقد أن هناك توازي بين هذين المسارين. مسار التصعيد ومسار العمل الجماهيري هو المسار الضامن لتسليم السلطة للمدنيين، والمجلس العسكري يعلم هذا تماما. متواصلة تواصل قوى إعلان الحرية والتغيير مع كل قواعدها في المستويات الجماهير، مع لجان الأحياء، مع الأجسام المهنيين. وآخر يتقوى عن الحرية والتغيير قبل يومين جدول التصعيد، وستمضي قدما في هذا المسار إلى أن يتم تحقيق مطالب السودانيين. وأنا أعتقد أنها مطالب بسيطة ومطالب مشروعة، هي تسليم السلطة للمدنيين والتحول الديمقراطي والمدني في السودان. بالتالي الآن الكرة في ملعب المجلس العسكري، إما أن يختار أن يجنب نفسه مواجهة هذا الشعب والذي أثبت أن أراضي الشعوب لا تخر، وإما أن يجنب نفسه هذه المواجهة ويسلم السلطة للمدنيين، أو يضع نفسه في خانة المواجهة. بالتالي هذه الخانة هي خانة النظام القديم، وليس هناك خيار أمام السودانيون إلا المضي قدما في استكمال هذه الثورة حتى تتحقق كل المطالب. طيب، الكرة في ملعب المجلس العسكري دكتور عصام، إما القبول بمسألة المناصفة بين الجسمين في موضوع رئاسة المجلس السيادي، وقد تفضلت بأن الشروط لم تكن تعجيزية، وإما مواجهة خيار الشعب. هل يملك منافذ أخرى المجلس العسكري؟ هو بالتأكيد ما القوى التي تتحدث عنها القوى الجماهير التي تحاصر المجلس العسكري، هذا ليس يعني كلاما يعني حقيقي، لأن القوى التي خرجت يوم 30 يونيو لا تمثل كل الشعب السوداني، تمثل أحزاب قوى الحرية والتغيير. هنالك السودان فيه أكثر من 140 حزب، وأكثر من 15 مليون هم فوق سن الرشد أنه يمكن يكونوا ناخبين. المجلس العسكري يستطيع أن يخرج نفس هذه المظاهرات، فله مؤيدين. نحن عايزين نصل إلى توافق سياسي بين كل القوى السياسية، والقوى السياسية الأخرى أيضا تعترف لقوى الحرية والتغيير هي اللاعب الأساسي مع المجلس العسكري. أختي العزيزة، في نقطتين مهمات جدا، أنه القوى الحرية والتغيير نست المجلس التشريعي تماما، والوساطة أيضا نست المجلس التشريعي القومي. المجلس الوزاري التنفيذي
المدني هو مقربيه كل المجموعات وسيكون حكرا على قوى الحريه والتغيير. الاختلاف في سياده المجلس السيادي، ما رشح الي من اخبار قبل قليل سيكون الرئاسه الدائمه للعسكريين باقلبيه طفيفه للاخوه المدنيين في قوى الحريه والتغيير. لماذا يتمسك العسكري برئاسه دائمه ان كانت نيته تسليم السلطه للمدنيين؟ لا بد يتمسك المجلس العسكري بالسيادة الدائمة خلال الفترة الانتقالية، لأنه مصدر ثقة ومحل ثقة لكل الشعب السوداني الذي ليس ينضوي تحت قوة الحرية والتغيير. القوات المسلحة بحكم الدستور بحكم القانون هي قوات سيادية، أي فرد منها أن يمثل السيادة ومتفق عليها من الجميع، وكل الشعب السوداني يضمن حياته وعمله السياسي واقتصاده تحت قيادة العسكرية خلال الفترة الانتقالية. طيب هذا هو التأييد الوجدوا. لو حاول المجلس العسكري فرط في السيادة ومنحها للمدنيين، أؤكد لك ستكون هنالك معارضة شرسة، والشوارع بالتأكيد لا تقوم. فلتكون معارضة، هذه ممارسة ديمقراطية، فلتكن معارضة. لكن سأترك الإجابة للدكتور عبد الوهاب. هي ليست ممارسة ديمقراطية أختي الكريمة، نحن في مرحلة انتقالية أغلبها تتم بالتعيين، ليست هنالك انتخاب. طيب حتى لو كانت في المرحلة الانتقالية، دعنا نسمع من القوات المسلحة من دكتور عبد الوهاب في هذه النقطة. أنت ذكرت نقطتين مهمتين، فقط نشير وأننا نتحدث قد بدأ الاجتماع بالفعل لجلسات التفاوض. تحدث ضيفنا دكتور عبد الوهاب عن موضوع الشارع وبأن المليونية التي خرجت لا تمثل كل الشارع، هؤلاء مثلوا فقط قوى الحرية والتغيير مع أنها كانت مليونية، ثم تحدث عن مبررات تمسك المجلس العسكري برئاسة دائمة للسيادي. كيف تقيم هذا الكلام وما دلالاته؟ يعني من الواضح أنه هذه قراءة يعني خيالية للواقع، أنه من الواضح أنه الشارع السوداني تحدث بقوة وبوضوح ضد المجلس العسكري وضد استمراره في السلطة. وأنا أعتقد أنه كما أسلفت يعني أنه المجلس العسكري بتركيبته الحالية وممارساته التي شاهدناها في الأيام الماضية، و يعني تسيد الفريق أول حميدتي محمد حمدان دقل حميدتي، وهو شخص ليس عسكريا وإنما يمثل ميليشيا قبلية، وهو الآن يتصرف كأنه رئيس المجلس العسكري ورئيس الدولة. هذه كلها لا تعطي مصداقية لهذا المجلس، وأنا أعتقد أنه لن يكون هناك انتقال سلس وسليم في وجود مجلس من هذا المجلس في مجلس هذا في أي دور يعني. وليس هناك، لا أعتقد أن هناك أي جهة في الشعب السوداني حتى المعارضين لقوى الحرية والتغيير لا يرون أن هذا المجلس يمثلهم، وبالقطع لا يمثل القوات المسلحة السودانية، وهو يعمل بتنسيق مع جهات خارجية أكثر من أنه يعمل بتنسيق مع جهات وطنية شعبية في البلاد. بالتالي أنا أعتقد أنه صحيح أنه المجلس العسكري، يعني أنا لا أتفق مع أنه يعني ما يسمى بإرادة الشعب غالبا، لأنه رأينا في مصر ورأينا في سوريا أن هناك جهات خارجية وداخلية يمكن أن تفشل الثورات وأن تحول نجاح الثورات إلى فشل، بالذات بضرب الشعب يعني بعض أطرافه ضد الأخرى وباستغلال الأموال وباستغلال أشياء كثيرة. وبالتالي الثقة بس بالإرادة الشعبية وحدها لا تكفي، لا بد من أن يكون هناك اتخاذ قرارات واعية وعقلانية وواقعية وفي نفس الوقت يعني أخلاقية ومتمسكة بالحرية والديمقراطية والمسار الديمقراطي. لكنها أيضا يعني أنا أعتقد أنه من الواجب الآن توسيع التيارات السياسية المناصرة للديمقراطية في السودان وتوحيدها ضد السلطة العسكرية حتى يكون هناك يعني سحب للأوراق التي يمكن أن يلعب بها الآخرون. يعني لا تبشر هذه المعطيات بأن الاجتماع قد يفضي إلى اتفاق تحدثنا عنه في البداية؟ يعني أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، ربما نأمل أن يحصل اتفاق وأن يكون هذا الاتفاق جيد، ولكن المعطيات التي أراها لو أنا كنت يعني أحكم بها يعني تدعو لشيء من التشاؤم.
طيب سيد نور الدين، حسب كلام ضيفنا المجلس العسكري يمكن أن يكون متمسكا أكثر من أي وقت مضى بموضوع الرئاسة الدائمة للمجلس السيادي. أي نوع من الضمانات تطلبها قوى الحرية والتغيير وتستطيع بأوراقها أن تتحصل عليها في هذه المرحلة من المجلس العسكري حتى لا يكون باب التفاوض أو مسار التفاوض مسارا عقيما؟ أنا أعتقد أن المجلس العسكري جرب طريق الاستفراد بالحكم في السودان، والسودانيين والعالم أجمع شاهد الفترة القصيرة الشهور التي حكم فيها المجلس العسكري البلاد بالقوة، وقام بجملة من الإجراءات التعسفية، من إغلاق الإنترنت في السودان، من اعتقالات وسط الناشطين وقوى إعلان الحرية والتغيير، الوضع الاقتصادي لم يحدث فيه أي اختراق. بالتالي على المجلس العسكري الذي ظل يحاول الاستمساك بالسلطة ويحاول تطويل عمد التفاوض في محاولة للبحث عن غطاء سياسي وشرعية سياسية، أتى بأحزاب هنا وهناك ثم مجموعات أهلية وغيرها، ولكن أنا أعتقد في نهاية هذا المطاف اصطدم المجلس العسكري بإرادة السودانيين. هذه الإرادة إرادة واضحة، وهذه الأهداف أهداف واضحة، أن السودانيون لم يقبلوا حكم المجلس العسكري. نتحدث في هذه البلاد الموضوع من الدوحة. دكتور عبد الوهاب قال بأنه لا يمكن الاعتماد بشكل مطلق على الإرادة الشعبية وإن كانت عمودا أساسيا فيما يجري في السودان، لأن الثورات المضادة في تجارب مختلفة قد ربما خفقت هذه الإرادة. هل هناك من سبيل آخر تعتمد عليه قوى الحرية والتغيير في ظل إذا تعنت فلنقول المجلس العسكري والمفاوضات تجري الآن؟ قوى الحرية والتغيير لديها جملة من الأساليب يمكن أن تستخدمها، ولكن حتى الحديث عن الثورات المضادة، الثورات المضادة تستهدف القوى المعارضة تعمل على شقها. نحن في قوى الحرية والتغيير نراهن على وحدة قوى الحرية والتغيير، نراهن على وحدة مطالب الشعب السوداني، ونعتقد أنه في تجربة الثورة في السودان من ديسمبر إلى الآن هذه الشهور قطعتها قوى إعلان الحرية والتغيير رغم المكونات الكثيرة لهذا الجسم وهذا التحالف كأكبر تحالف في السودان، رغم العقبات ورغم اختلاف وجهات النظر بين المدنيين والسياسيين والمهنيين، استطاعت هذه القوى لأنها مؤمنة بضرورة التغيير في السودان ومؤمنة بضرورة الحكم المدني في السودان أن تتجاوز كل هذه المطبات. بالتالي أنا أعتقد أنه صمام أمان هذه القوى من الاختراقات الخارجية هو وحدة قوى التغيير ثم إرادة السودانيين. الحديث عن أنه قوى الحرية والتغيير لا تمثل كل السودانيين هذا حديث تجافيه حقائق الواقع. خارج السودانيين في كل مكان يوم 30 يونيو استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير. بالتالي أنا أعتقد أنه ما زالت قوى إعلان الحرية والتغيير لديها جملة من الأسلحة يمكن أن تضغط بها على المجلس العسكري وتحاصره حتى تكون للمدنيين. الاجتماع أو جلسات التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في هذه الأثناء. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. من الخرطوم نور الدين بابكر القيادي في قوى الحرية والتغيير، ومنها دكتور عصام دكين الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا من الدوحة للدكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا الجزيل لكم مشاهدينا، حتى نلتقي في بقية خبر جديد بحول الله. إلى اللقاء.